منيز تمرير لبونافنتورا، بونافنتورا عند منيز، ينطلق الفرنسيين، منيز في الهجوم، منيز في الانطلاق مرة، هو 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 الثانية منيز، هي الدوبيات الفرنسي، هي الانطلاق يا رايا، الهدف الثاني لمنيز في هذا اللقاء خلاص، انتهت الأمور، الكرة في الشبكة، اسكاتو كان غير عادي، انطلاقك البركة للمهاجم الفرنسي اللي يضع الكرة في الشباك 2-0 ركسة فرنسية ميكسيس منيز ونسكاتو فولمينيو انطلاقك البركة أعلنت عن هدف ثاني لفريق ميلان هذه الإعادة وهذه الانطلاقة منيز انطلق ومرر منيز سجل والثاني هذا الهدف يذكرني بهدف روبرتو باجو في مونديال ايطاليا 90 في شباك تشيكوسلوفاكيا في لقاء فاز بايطاليا 2-0 في الدور الاول منيز بعد انطلاقه غير عاديه يخترق دفاع تودينيزي والنتيجه 2-0 خلاص ميلان يحسم الامور بهدف